اليوم احنا كتنسيقيه موحده لهيئه تدريس واطر الدعم بتنسيق مع التنسيقيه الاقليميه للتعليم الثانوي ننظم هذه الوقفه وقفه الشموع بمدينه برشيد على غرار باقي اقاليم المملكه، اولا لنندد من خلالها بالتوقيفات التعسفيه التي طالت العديد من الاساتذه على المستوى الوطني وعلى المستوى الاقليمي، هذه التوقيفات التي كانت خارج المساطر القانونيه والتي تسيء الى سمعه المملكه المغربيه التي قطعت اشواط، بينما هذه التوقيفات الان تسيء الى سمعه المملكه المغربيه، ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه التوقيفات التي التعسفيه والجائره في حق نساء ورجال التعليم، لا لشيء، لانهم كانوا يخوضون نضالات من اجل كرامه، من اجل عزه، من اجل المطالب العادله والمشروعه لنساء ورجال التعليم طيله 3 أشهر، ونحن نخوض وقفات واضرابات ومسيرات احتجاجيه في مختلف مناطق المملكه، لم يثبت يوما ان كانت هذه المسيرات مخالفه للقانون، لم يثبت ان هذه المسيرات اثرت على السير العادي سواء خارج المؤسسات او خارج او في الشارع، نساء ورجال التعليم كانوا حضاريين في جميع المسيرات النضاليه التي خاضوها دفاعا عن مطالبهم المشروعه والعادله. مره اخرى من خلال هذه الوقفه نطالب وزاره التربيه الوطنيه بالتراجع الفوري عن هذه القرارات التعسفيه والجائره التي تسيء الى سمعه المملكه المغربيه.